لهوي، ايه ده، ايه السؤال ده؟ لا قدر الله وما شاء فعل، يعني خير خير ان شاء الله. الاصرار، بس يكون في اصرار ما في شيء بيوقفه للانسان. كان كل سهوله فيهم يقولوا صار حريق ويمكن، بس في اصرار. بشرى بدي اقول الف الحمد لله على السلامه، تخطت وجعها وطلعت على البلاتو، مشيت على الريد كاربت هي وهيك مقاومه وجعها، فانا مهنيه على هيدا الشيء. عين عكوسات. الكفاح من اجل الفن. قصه حزينه مؤلمه. قصه حزينه مؤلمه فعلا. لا تراجع ولا استسلام. بين قصيري. فيلم ايه؟ المهمه ميشن امبوسيبل، مش عارفه، بس هو اتس بوسيبل بصراحه، لانه ما فيش حاجه وقفت انه يكمل مهرجان الجونه رغم كل الاحداث اللي حصلت، وده بيدل على قد ايه الناس مهتمين انه رغم كل ظروف يكملوا، يعني ما فيش حاجه توقفهم. نسميه قصه حزينه مؤلمه. قصه حزينه مؤلمه. على فكرة هو ما خلص بحادثة بشرة، هو خلص بحادثة دكتور أشرف زكي اليوم وقع على المسبح. إيه ده، إيه ده، ما عرفتش الموضوع ده بجد.